الموظف يعني ليش هم هدموا بيتك؟ إيه والله الحقيقة إنه يعني الشعب الفلسطيني كله مستهدف، يعني أي إنسان مسلم كليته مستهدف في هذه الأرض. يعني أنا اتفاجأت في هذا البيت، كلنا عمالنا شغالين يعني بالأشياء اللي هم طلبوها منا، وما يعني كنت مستبعد استبعاد كلي إنه يصير في هذا. والحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. Will he be compensated? Did they give him a warning? ما العوض بوجه الله، ما حدا راح يعوض يعني. ما هم بيقولوا انهم حاطين لي انذار الملزقين، يعني انا رحت له الصبح لما جيت على هون كانوا هم طالعين، فرحت احكي له اعطيني امر الهدم. فبقول لي ما بقدرش اعطيك، فبحكي له انا ما وصلنيش امر هدم. بقول لي انا حطيت لك اياه، لزقته على الدور، لزقته على البيت يعني. احتلال. Will he rebuild? The last question. Will he rebuild or what would he do after this? بعد هيك انت اشرح تمر. اكيد يعني راح اعود اعيد البناء. ما راح مش راح استسلم يعني.